طب حد غيرك يقول الكلام ده؟ وانت عملت ايه مع مالك غير كده؟ عايز تعرف عملنا ايه مع مالك؟ اقول لك اخويا، احنا غفلناه وبعدين جبناه وسحلناه على اوضه، والواد عيني اخدي كان بيعيط ويترجى فيه ويترجى في حمزة. صراحة الواد كان خايف قوي لدرجة اني في لحظة خفت يصعب علي. كلام ده حصل حمزة؟ حصل قديم. انا مالك اترجك عشان تساعده؟ لو كان حصل غير كده كان زماني مكانه، ما كانوش يرحموني. بس كنت هتموت راجل، انت لما انت هتموت مرض دلوقتي. انت وعدتني ان انت هتسامحني يا غديوي.